السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على باللي المدرب هذا تاع المنتخب الوطني الجزائري وين هو اللي كان طرف في تعيين رئيس الاتحاديه، هو اللي دار، هو اللي تسبب في هذه الفوضى اللي رانا فيها اليوم، هو اللي تسبب في هذه الفوضى اللي رانا فيها اليوم. كوكذب المنصب تاعو كمدرب ما دخلش روحو، هو وين انا قلت له كاين الادله، هما لا الادله، وين وين هو خرج يرقص مع اللي رفيق واحد هدر هدر هدر، هو خرج يرقص ولا عايب في رفيق واحد وقال لهم عيب نتفرج انا في هذه، وانت ميت عاير الغاشي، انت مي عاير الناس هذوك، فريق عندهم ولادهم، انت فينك مي عايرتو فينك بالشيخ، فينك راه كبير، انت مي عايرتو فينك، هذو فينك عندهم ولادهم، خاطش كانوا يدفعوا فيك ناس باش تعاير، خاطش انت كنت محامي تاع ناس، انت اللي يهدر لك الحقيقه ما تبغيش، بصح انت كي تعاير الناس كنت فرحان، انت كي تعاير الناس كنت فرحان، عجباتك وتشوف الاعلام شنو يهدر عليك، خاطش هذيك كنت دايرها شعبويه، ما تهدرش كاع للجانب التكتيكي ولا الجانب الفني ولا تهدر، تجي ندوات صحفيه يعني تعاير لعابه صغار في الغربه مساكين تعايرهم حاقرهم عايرتهم، عايرت ديلور، تعاير صحافه الناس اللي غابنين كانوا غابنين، ولي نعمتك اللي ردك اغلى مدرب في افريقيا، ربما في بعض الدول الاوروبيه الفقيره ردك غاني، اغنى مدرب، يعني اغنى مدرب يخرج لك بنقطة من الكوب دافريك، ويخرج لك يخرج ويخرجك من الكوب دافريك من الكاليفيكاسيون، اش ندير بيك؟ والدراهم هذو الناس هذو تخلصهم من دراهم الشعب، من دراهم اللي نخلصوا بها تريسينتي، نخلصوا بها الماء، نخلصوا بها، انت حسب باغي هاكولي. هم مالك او تتحاسب انت ونورمالمون تتحاسب ونورمالمون تجي لهنا ومديرية فنية، بصح مديرية فنية اش تعني؟ الزبل الزبل، وين راهي مديرية فنية؟ حنا عندنا مديرية فنية، نورمالمون تجي ارواح، انت ما عطيتش البيلون تاعك، التقرير تاعك ما درتوش تاع كوب دافريك، ما درتوش، نتحداك إلا درته، إلا درت التقرير تاعك تاع بعد الإقصاء ما درتوش، نتحداك، مكاجي مكاجي، استراتيجية عمل مكاش، نتحداك من على هذيك نقولوا يا ودي انت يا ما فشلت صايك، انت مجي انت مشي بيك بروجي، ما عندكش بروجي، انت ما تجيش بروجي، اللي جايب لك لعاب عنده 37 عام من التروازيام ديفيزيون، ما عندكش بروجي سي محمد، ما عندكش، انت نهضروا لك لازم كان لازم يخرجوا ناس يهضروا لك في الوجه، انت ما عندكش بروجي، انت ما عندكش بروجي وما خدمتي ما خدمت لا للقريب ولا للبعيد، تاع 11 لعاب جيت صرت لعابه قعدت بيهم تمشي بيهم يطبقوا لك في الخطه تاعك، يعني مغذي لهم في ريسالهم جماعه قعدوا تمركوا قعدوا تربحوا باش نروحوا لكم ديموند موركم ديموند يدبروا ريسالهم، هذا مكان ثم ما يقول لك خابزه والسي في معمر بالكوب ديموند هيا وتربحوا، علاه؟ أو الشعب انت يأمن فيك، الشعب هذا عطاك الأمان، الشعب عطاك الأمان، الشعب انت مأمن فيك وانت هي تخدم المجموعة واحدة أخرى، علاه؟ ربي كاين، ربي كاين ويكون، العدالة الإلهية كاينة، العدالة الإلهية كاينة هي اللي فرقت، العدالة الإلهية مكاش اللي غادي يشدها، ما تخرج تكذب بالعدالة الإلهية ما والو، تخرج ساعات تتهم في ناس، تهمتنا. تهمت ناس في الباطل، تهمت ناس في الباطل، حنا كنا نقولوا يا ودي جيب اللعابة ضخ دماء جديدة، هذه نكرهك ما نكرهكش، ماني غانا في طوع بلادي، يعني جيبوا اللعابة جيبوا كيما عوار قويري جيبوا مالو، حنا ما كنا نقولوا كيما هاك، ماشي كره ليكيب ناسيونال ماشي كره، انت كانت عندك ديك المجموعة تاعك ما بغيتش تخدم، يعني قتل المنافسة، بصح هذيك قتل المنافسة. زوارة دارو تما ماشي هما دارو عليك، المستوى تاعهم دار عليك، المستوى تاعهم دار عليك، وكنا نقولوا لك وهدرتها في 2019 قلت لك يا سي جمال
يا ودي غادي غادي كوب غادي اللي غادي اللي عطاك في 2019 ما تقارعلوش يمد لك 2022. انت خرجت لي تعايش بالغاشي. انا جيتنا قدرنا تواصلنا مع اللاعبين مع والدين اللاعبين اي باش كيما يقول لك باش يجوا للجزائر يمثلوا بلادهم يمثلوا وانت وليت تعاير فينا وتعاير فيهم غلطتك. ما بغيتي بنادم اللي ولا يحوس باش يخدم باش يمد حاجه لبلاده. حنا الذنب تاعنا استوالا الذنب تاعنا استوالا سيبورتير تاع منتخب وطني الجزائر. انت ما بغيت حنا قلنا نعاونوك وانت وصلا رافض. كان عندك بروجي تاع هذو الجماعات تاعك روح قلع لعبه 11 تاعو كاينين هيا كل خطره تنشع واحد اللي خاصو ستاتي دير له ستاتي بصح اللعابه الاخرين واجدين 11 تاعك واجده. انت ما بغيتش بنادم يقول لك اودي كاين لعاب هرا ولا روح ما بغيت. بغيت نقول لك اودي قعد عائله قعد كيما هكاك مليح بصح كاينه العداله الالهيه هي اللي فرقت. نسمعوا هنا نافق واحد واش يتكلم. هذا اقدم لك معلومات صحيحه. في الماضي كان يريد باك عزتش والمكتب الحالي وكان اذهب بعيدا كان متواطئ معهم في الترويج للاشاعه ترحيله وكان بالماضي يقول للاعبين لا تخافوا سابقى لكن اريد مساعده خير ديزاتشي باي طريقه. هو اللي كان يغذي الاشاعه بطريقه غير مباشره حتى يضغط على السلطات العموميه للابقاء على زاتشي. هذا اقدم لك معلومه سافشي لك سرا الان سافشي لك سرا. بعدما بلغ مسامع عنتر يحيى انه بالماضي رفضه كان يعني خيار السلطه هو بالماضي ومانيش نشجع في هذا الخيار انا نشجع سيرا برامج. هذه أول مرة صارت في تاريخ كرة القدم مدرب هو اللي ولا يعين. أول مرة صارت في تاريخ كرة القدم. ناقي خرج في بالك تعقلوا عليها مارس 2020 ولا يقول لهم زاتشي كان معايا زاتشي دعمني زاتشي من دعمنا من 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 الشعب ولا يقول زاتشي يروح هو ولا يقول زاتشي يقعد. لا تعرفوا كلش. غاضب عنتر يحيى وكان يقول لأصحابه ما عنديش مشاكل مع بالماضي. من يعني في لحظة غضب حكم الهاتف واتصل به بالماضي وتبادلوا يعني الإهانات والسب والشتم يعني بلغ يعني الخلاف بينهما في الهاتف درجة كبيرة يعني صارت احتقاد وحتى قلت لك عنتر يحيى حكم الهاتف واتصل بالماضي ونحو حتى الشتائم حسب بعض المصادر اللي قدمت لك المعلومة. هل الأشياء صارت يا سي حكيم وأنا أنا يعني أقول لك لو ما كانش ما صارتش ما نقولهاش. في الماضي هو في الاخير عندما تكلم مع اعلى سلطه قالوا له زاتشي ما يقعدش عنده اخطاء عنده ربما اشياء تتعدى الجانب الرياضي وهو رفض عن يحيى وما قالش علاش ما رفض رفض عن يحيى يا سي حكيم رفض عن يحيى. انا قلت لك معلومه اسمعني ثم بعدها اقترح له زاتشي اقترح للمدرب الماضي انه يقترح على رئاسه الجمهوريه برنايا زاتشي اقترح على بالماضي انه يقترح عليهم برناوي وزير السابق اللي كان وزير شباب الرياضه عندما توج بكاس امم افريقيا والسلطات رفضت برناوي. بعد ذلك كان خيارين. اي هذا المدرب شا دخلوا يعرض الاشخاص ديال برناوي خلوا زاتشي ما نقبلش فلان ما نقبلش فلان علاه؟ انت شا دخل انت انا قلت لك 2021 في مارس قلت لك يا بالماضي راك دخلت روحك في امور لا تعنيك وغادي تدور عليك. قلتها لك في مارس 2021 دخلت روحك في امور وغادي تدور عليك شو كي دايره. اما جهيد زفزاف اللي كان في وقت سابق في مكتب روروا او شرف الدين عماره. تم الاتفاق هما في زوج في كوميديتا يعني هما في زوج يعني خدامين يعني تاع دوله. تم الاتفاق على هذه الشخصيه الجديده اللي ما عندهاش خلفيه حتى وليد صادي رفضه. وليد صادي اعلن ترشحه كي شاف بالماضي رد عليه يعني بطريقه يعني قاسيه تراجع وكما علموا بلي عنتر يحيى بداية مرشح صلحة السلطة كلهم تراجعوا حتى وليد صادي. بعد ذلك جرع مرشح السلطة هو شرف الدين عمارة والناس كلها انسحبت ومن ثم علاش خيروا عمارة؟ لأنه السلطة كانت على قناعة بأنه سرت يعني يعني بصفة بنسبة 100% بالماضي لن يعترض عليه. ولما استشير بالماضي ما رأيك في شرف الدين عمارة؟ شاف قال لا أعترض ولو على كان يريد صديق قال لا عمل من ثم تم الاعلان على انه شرف الدين عماره هو المرشح. ماشي كيفاش؟ ماشي يكون على بالكم جماعه
المدرب تاعي علاش انا واعي كيف انت كنت تبغي تفرض لنا واحد اللي ما دار والو، انت ولي تفرض في ناس، انت مدرب على هذيك ناس، كاين بزاف ناس اللي كرهت منك من هاد الصوالح واللي داخل في امور لا تعنيك. انت جيت كمدرب، جيت سنيت مع الاتحاديه الجزائريه، ما سنيتش مع بارادو ولا مع زاتشي. هذه هي اللي خلات ناس بعض الناس وين كرهت. وانا كي كنت نجي نشوف الجيل لهنا وهذوك الناس اللي دعموا اللي كذبوا، كان يقول لك جاب يكتشف لاعبي في البطوله الجزائريه، قلت لكم يا ودي مكاش منها، وكان يدعم يعني على باله باللي اللعابه اللي يجوا من اوروبا اللي كان يجيبوهم في عهد زاتشي كانوا غير يجيبوهم برك اللعابه الصغار هذوك ساكن يجيبوهم بلا لي ماناجر وكلش باش يحطوهم في السيف الاخرى تاعهم، يعني ولا يدير لهم رسائل ويخرجوا لك بالماضي دار رساله مؤثره للاعبين. يا ودي كانوا كاع متواطئين كاع. زاتشي كان ذكي وين كان داير فيدار للشعب، داير فيدار هذا مكان، وداير محامي للدوله، دايره زاتشي داير محامي لروحو عند الدوله، وكان داير فيدار للشعب. هذه هي.